كابتن احمد، يا ريت تجيبوا لنا يا جماعه لقطه الجماهير، اللقطه الاخيره اللي انتوا جبتوها لنا، لانها لقطه لابد ان احنا نبرزها برغم ان القايمه اتعملت امبارح يا كابتن احمد، وجمهور الزمالك عارف ان هناك مجموعه، مش مجموعه كله من ناشئين الزمالك، ولكن راحوا ساندوا الفرقه ايوه عشان بشكل ده كبير. جمهور الزمالك. يعني احساسي ده. الله بص يا كابتن، الله يا الله يا يعني كابتن. انا اللقطه دي انا لقطتها وانا بتكلم مع كابتن ايمن، لكن قلت لازم هنجيبها في وقت بعد كده لان لازم نحيي هؤلاء الناس. لا، ما هو جمهور الزمالك لابد ان يحيى في كل وقت في كل زمان في كل مكان، ولكن هم يعني الفرقه اللي بتلعب ما دام لبست التيشيرت بتاع نادي الزمالك فواجب على جمهور الزمالك انه يشجعهم ايا إن كانت النتيجه، فهو بيتعامل مع الموقف بهذه الثقافه. ما بيقعدش يقول بقى ده الفرقه كلها قاعده ما حدش بيلعب من النجوم ما حدش كلهم عيال صغيرين. لا خدنا لا لا الدوري مش لا لا عارف ايه، ما فيش يعني ماتش ملوش لازمه، حاجات كتيره يعني. لا 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 لا، لكن بشوف بالكثافه دي ومفرحانين ومحل. لا، ما هو بص يا طارق، انت ما زلت معلش طبعا، وانا يعني اي حد هيختلف معانا يختلف، يعني انا بالنسبه لي ما يفرقش معايا. احنا ما زلنا في احتفالات الفوز بالدوري طبعا، فجمهور الزمالك الى الان لابد ان يحتفل، لان الدوري النهارده خلص رسمي. صح، دوري مصر النهارده خلص رسمي، فاحنا لابد ان احنا نكون بنحتفل بالانجاز ده لغايه لما الدوري يخلص ونبتدي نجهز للبطوله اللي جايه. كنا الاول بنقول ايه احنا قاعدين في الاستوديو، يعني بنكسب ماتش بنطلع نقول يا جماعه نفرح الليله بس النهارده عشان نبص للي قدام. دلوقتي الموضوع انجز، يعني السنه دي شغل السنه دي انجز بشكل جيد جدا، نهايه الكلام بالدوري، فجمهور الزمالك بيفرح وده حقه الى ان يجد جديد. عندك المباراه بتاعت لوسيل دي هيبقى في تركيز طبعا من الناس كلها على هذه المباراه، خلاص. بعد كده عندك البطوله الافريقيه، هتلقى جمهور الزمالك، اداره الزمالك، الجهاز الفني، اللعيبه بتختلف. انما اللي بيحصل ده انا شايفه طبيعي جدا جدا جدا، ان جمهور الزمالك سعيد باي حد بيمثل. بص، جمهور الزمالك سعيد باي حد بيرتدي التيشيرت، ولو في ذلك تجربه كبيره جدا. وهعيد تاني، ناس كتير جدا 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 من المؤثرين مشوا من تيم نادي الزمالك والزمالك استمر في هذا الاداء. ده ادى ثقه لهذه الجماهير انها تشجع اي حد. صح، وده شيء محترم جدا ومهم جدا جدا جدا، ولابد ان احنا ايه، احنا هنا نقوله نكبره. واخد بالك، ما نقعدش نقول ان في مبالغه بالاحتفال، لا لا، احنا بنحتفل كده، دي طريقه الاحتفال بتاعتنا، يعني احنا بنحتفل كده. طيب كابتن احمد، بص حضراتكم، بعد المباراه مباشره ندهوا على اللعيبه طبعا، وكلهم طبعا من ناشئي نادي الزمالك او من الصاعدين الواعدين ان شاء الله اللي لهم مستقبل في الزمالك، وبيحيوهم على ادائهم وعلى روحهم بالتاكيد، ده يستحق هذا الجمهور طبعا. كل التحية. معلش لعب على اذنك، في تعليق مهم جدا. جمهور الزمالك، احنا عندنا نجوم شباك، عندنا نجوم شباك، شيكابالا وزيزو والونش وسيف الجزيري وامام عاشور وامام عاشور، عندنا نجم شباك فتوح، ولكن نجم الشبابيك كلها نادي الزمالك، فرقة الزمالك، عشان كده الجمهور ده راح لفرقة الزمالك. فعندنا نجوم شباك، يعني يقول لك انا شيكابالا هيلعب النهارده هروح، انما انا بروح النهارده لفرقة الزمالك. فرقة الزمالك، فرقة الزمالك بتغطي على كل النجوم، لان النجوم دولت بذلوا اقصى ما عندهم عشان يبقوا نجوم. اما يروح للجمهور ده للناشئين، اذا فنية الزمالك هي النجم الاوحد او الاول نجم الزمالك. وعلى فكره يا طارق اكمل بس، اتفضل. على فكره انا مثلا واحد من الناس عاصرت جماهير الزمالك كتير كتير جدا ما بتشجع. في فترات كان جمهور الزمالك كان ساعتها مرتبطين قوي بنجوم معينه. انا دي عشتها، يعني انا حتى في الاجيال اللي انا لعبت فيها وشفتها كان جمهور الزمالك بيرتبط بحد، الباقي مش مهم. انا بكلمك جد، شفت ده في الملعب. انما دلوقتي الثقافه اتغيرت، جمهور الزمالك ده مع اللي يلبس فانيلا البيضاء بس، خلاص ورا اي حد. والنهارده مثال جيد للكلام ده كابتن.